يمكن اخلي السلف ريدنج تبعي بروتين بس لا ان شاء الله بلحق ان شاء الله يعني انا حابه نمشي اكثر ما يمكن فيه عشان الار ان اي نكمله في المره الماضيه الجايه المره الماضيه معلش انا برمضان بصير اخربط هيك شويه فعاتي عادي تعودتوا علي صح هلا دي ان بسم, <applause> بسم الله هلا الدي ان اي ستراكشر معروف انه دي ان اي موجود عندي بالنيوكل <applause> شير دكتور شير خلينا نشوف ايش اه شير خلينا نشوف وبلشت وبشرح يا محمد آخ يا محمد هيك بيان هذا كثير شفناه اوكي هلا الدي ان اوكي موجود عندي بالنيوكليس هذا باليوكاريتس طبعا الدي ان اي بيكون اورجانيز ان لارج اللي هم بنسميهم كروموسومز البيلدينج بلوكس للدي ان اي هم النيوكليوتايدز وفي عندنا طبعا للدي ان اي هم الدي اوكسي ريبونيوكليوتايدز او الار ان اي ريبونيوكليوتايدز زي ما حكينا في التشابتر المره الماضيه الدي ان اي ستراكشر عباره عن هو بيكون بوليمر من ماني دي اوكسي دي اوكسي دي بيكون كوفالنتلي لينكد بين 3 برايم ل 5 برايم فوسفوداي ايستر بوند هاي فوسفوداي ايستر بوند بتكون بين 3 برايم اللي هي بتكون هون الهيدروكسيل جروب المفروض وهون الفوسفات على ال 5 برايم تبعت السكر فلاحظوا ان الفوسفوداي ايستر بوند فعليا بتكون بين الشجرز يعني النيوكليوتايدز ما بتدخل فيها اللي هي نايتروجن بيزز ف... وبالعادة لما بدنا نقرا ال الـ 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 الستراند تبع الدي ان اي بنقراه من ال5 برايم اند ل3 برايم اند يعني هون ثايمين ادينين سايتوسين جوانين بنختصرها بهذا الشكل بنحط 5 برايم داش تي سي جي اللي هي عن كل حرف عن كل نيوكليوتايد وبننهيها ب3 برايم وانتبهوا بالامتحان لما اسالكم عن شيء على اتجاههم وين ال5 برايم وين ال3 برايم تمام هلا ال هاي الفوسفوديستر بوند ممكن انها يصير لها كليفج بانزيمات بنسميهم نيوكليازز اللي بتكون عندي في الدي ان اي دي اوكسي ريبونيوكليازز وللار ان اي ريبونيوكليازز وهذولا في منهم بيكون عندي نوعين اللي هم الاكسونيوكليازز والاندونيوكليازز هلا الاندونيوكليازز بيكسروا لي بين النص والاكسونيوكليازز بيكسروا لي عن الاطراف تمام اي سؤال؟ هلا <applause> الدي ان موجود عندي على شكل دبل ستراندز بيكونوا الستراندز انتي uh, parallel يعني واحدة فيها بتمشي بهذا الاتجاه 5 برايم 3 برايم الثانيه بالعكس فبيكونوا انتي parallel يعني معاكسين بالاتجاه ما uh, عدا طبعا بعض انواع الفيروسز بتكون سنجل ستراندد دي هلا دائما في عندي بالنيوكليوتايدز بكون بيرنج بين الادينين والثايمين والسايتوسين والجوانين الادينين والثايمين بيكون عندي دبل بوند دبل هيدروجين بوندز بين السيتوسين والجوانين بيكون تريبل هيدروجين بوندز بيناتهم بتعمل stabilization لهذا الدي ان اي بيكونوا هم ملفين على بعضهم فشكلهم بيكون مع وجود هدول الهيدروجين بوندز بيناتهم كانها تويستد ليدر يعني كانه آه سلم لافف تمام بيكون طبعا هون الاكسس اوف سيميتري هلا لما يكون عندنا لافف بلف عندي بطريقه معينه آه فبيتكون عندي جروفز وحده بتكون سميها ماينر جروف وحده ماجر جروف جروف يعني هيك زي زي حفره هيك لما تحفر هيك شيء بالارض بسموه حكوا لي بالشعبة مش الماضي اللي قبليها أخدود بعرفش هو أخدود باللغة العربية الفصحى بس بالعامية مش عارفة شو هي حفرة يعني ميجر جروف وماينر جروف المهم فبعض أنواع الأنتي أنتي مش أنتي أنتي كانسر دوك اللي هو داكتينومايسن اللي هو عباره عن أكتينوميسن دي هذا على فكره اكتشفوه بالأول كأنتي بايتك بعدين اكتشفوا إنه هو يصلح كأنتي كانسر وبلشوا يستخدموه هلا كأنتي كانسر هذا بيعمل إنترأكشن مع الماينر جروف فبيمنع عملية الدي إن اي ريبليكيشن وبالتالي بتموت الخلايا فهو عشان هيك هو بيشتغل كأنتي كانسر هلا اليوكاريتك باليوكاريتك سيلز دي إن اي بيكون عندي associated with proteins بنسميهم نيوكليو تمام هدول موجودين في النيوكليوس بالبروكاريوت البروتين DNA complex بيكون عندي مش داخل membrane يعني مش داخل النيوكليوس بيكون بسايتو على شكل نيوكليويد تمام non membrane bound أنا حابة أشرح هذا السلايد قبل هلا ال في بعض انواع الدي ان اي بتكونوا سيركولر دي ان اي اللي هي زي الدي ان اي تبع المايتوكوندريا وزي الدي ان اي اللي موجود عندي في البلانت كلوروبلاستس وزي فور اكزامبل كمان البلازمتس اللي بتكون اكسترا كروموسومال دي ان اي بيكون عندي بيحمل بالعاده الجينات اللي آه بتحمل خاصيه الانتي بايوتيك ريزيستنس للبكتيريا تمام هلا بيكونوا عاملين بالعاده DNA ان ايه عامل سوبر كويلينج مع هيستون لايك بروتينز هدول اللي شايفينهم بالاخضر هدول بنسميهم هيستونز هلا باليوكاريوتس بيكون الاورجنايزيشن اصعب يعني شوفوا يعني بالبروكاريوتس بس بيكونوا عاملين هيك كومبلكس مع بعضهم بال بالسيتوزول اللي بنسميها النيوكليويد وهلا بالنسبه لليوكاريوتس بيكون اعقد بيكون في عندي الهستونز عندي ثمانيه من الهستونز يعني عاملين انتراكشن مع بعضهم ولافف عليهم الدي ان اي هلا هدول الهيستونز عباره عن بروتينز اللي اسمهم H2A H2B H3 و H4 وهدول بيكونوا دوبليكات من كل وحده يعني كل وحده فيها منها تنتين فهم اربع انواع ثمانيه منهم هلا هدول بيكونوا البروتينز بوزيتيفلي تشارج لانه بيحتووا كتير على اللايزين وارجينين تمام هلا ال ان اي بيحتوي كثير على الفوسفات فهو نيجاتيفلي تشارجت فأنا لما بدي أضب شيء يكون مثلا زي هيك كله نيجاتيفلي تشارج أجي أحاول أضبه فرح يصير في عندنا تنافر مش حيزبط معي. فوجود هدول البروتينز لأنهم هم بوزيتيفلي تشارج بيعادلوا الشحنة السالبة اللي موجودة عندي في الدي ان اي، فبيسهل علي إني أنا إيش؟ أعمل لهم زي باكجينج أو إنه اورجانيزيشن ألمهم أكثر، تمام؟ فبيكون في عندي هدول الثمانية بنسميهم مع الـ DNA اللي لافف حواليهم بنسميهم نيوكليوسومز تمام؟ النيوكليوسوم هو اللي جوا هدول الاتش كذا اللي هم الهيدستونز هدول ال اللي نيوكليوسوم ال هو. هلا بين النيوكليوسوم والنيوكليوسوم التاني في عنا قطعة DNA ان اي بنسميها لينكر دي تمام؟ وبالعاده بيكون على هاي اللينكر دي ان اي عنا هيستون بنسميه هيستون اتش1. هلا هو اللي بصير باكجينج بالاول بانه الدي ان اي بلف على هدول الهستونز تمام وعندي اتش 1 بعدين عندي بلف بعدين عندي نفس الشيء هلا بعد هيك بالمرحله اللي بعديها ببلش عندي يشبك هذا الاتش 1 مع الاتش 1 تمام يشبكوا ويلفوا على بعضهم فبصير باكجينج اكثر بيكونوا اول شيء وين الصوره اه يا يس بيكونوا شايفين نيوكليوسومز بعدين بلفوا أكتر 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 بيعطوني نيوكليوفيلمنتس بعد هيك بلفوا على بعضهم بيعطيني يعني بلفوا حوالين النيوكليوفيلمنتس حوالين قطعه بروتين بنسميها نيوكليير سكافولد بروتين حتى يعطيني الكروموسومز تمام فالنيوكليوسومز اول إشي بيكونوا لي بولي نيوكليوسومز بعدين النيوكلي اللي هي نفسها ال فولي اللي هي نفسها النيوكليو فيلمنت <applause> بعد هيك مع النيوكليو سكافولد بروتين بيكونوا لي الكروموسوم تمام ضيفوا طيب. هون okay. اظن كان ناقص ال اتش 2 اي يمكن كانت ناقصه بهذا السطر يعني بس انا حكيت لكم اياها اي سؤال يا جماعه طيب هلا الديناتوريشن للدي ان هلا الدي اذا انتبهتوا احنا حكينا انه هو بيكون عباره عن دبل ستراندز هدول الدبل ستراندز انا بقدر افكهم عن بعضهم باني اكسر الهيدروجين بوندز بين التو ستراندز تمام آه. ف هاي العملية بنسميها ميلتينج وهي بتتم بسبب التغير في البي اتش او بالهيتينج هلا اذا بسبب الهيتينج والدرجة الحرارة ساعتها اللي بفك عليها هدول strands عن بعضهم بتتكسر هيدروجين بوندز بنسميها ميلتينج تمبرتشر وبنرمز لها بي تي ام طبعا لو اجيت اقارن قطعة دي ان اي فيها اي ثايمين مع قطعه فيها جوانين سايتوسين إشي طبيعي إنه الميلتين تمبريتشر للجوانوسين سايتوس يعني اللي فيها جوانوسين سايتوسين تكون أكثر يعني بحاجة لطاقة أكثر حتى أكسرهم لأنه فعليا بين الجي والسي في عندي ثلاثة هيدروجين بوندز بمقابل الأي والتي فيهم دبل بوند يعني فيهم تنتين فهذا يعني مرة ونص كأنها أكثر من هاي صح؟ فإشي منطقي هلا إن نعمل ري أو ري أنيلينج إني أرجع ألزق دبل ستراندز لبعضهم ممكن يصير under specific conditions انا لاحظوا ما كسرت فوسفو ايستر ما كسرت الدي انا بس فصلتهم فصل عن بعض وهذا اللي بصير وقت الريبليكيشن تمام اي سؤال يا جماعه في اي سؤال على اي شيء من هن اللي حكيناه طيب هلا نبلش ب اليوكاريوتيك ريبليكي اه سوري بروكاريوتيك ريبليكيشن اول شيء نحكي عن بروكاريوتيك ريبليكيشن بعدين نحكي عن الفروقات بينه وبين اليوكاريوتيك ونشوف الاشياء اللي بتفرق لان البروكاريوتيك اسهل ويعني درسوها اكثر ف اول شيء انه بدنا نفصل التو ستراندز عن بعضهم لانه ببساطه الانزيم انزيمات البوليمريز اللي بدها تعمل لي ريبليكيشن لهذا الدي ان اي ما بتشتغل الا على سنجل ستراند دي ان اي فلازم افصلهم عن بعضهم عشان يقدر هذا يشبك اللي هي عمليه فصلهم اللي بسميها ميلتينج تمام طيب هلا مكان الميلتينج لا بنسميه origin of replication وبكون عندي مكان واحد بس يعني بكون عندي origin of replication واحدة بينما باليوكاريوتس بي بكون عندي multiple origins of replication لأنه فعليا ال DNA اللي موجود باليوكاريوتس يعني بكروموسوم واحد لو أمسكه وهيك أفكه طوله ال DNA بلف حوالين الكرة الأرضية تخيل طول الكروموسوم بلف حوالين الكرة الأرضية اللي هو جاي قد الفسفسة هالقد بس لأنه عامل packaging كثير هلا فوجود المالتيبل اوريجنز اوف ريبليكيشن ات اكسبلينز الرابيد ريبليكيشن انه الريبليكيشن بتم بسرعه لانه عندي اكثر من اوريجن اوف ريبليكيشن هلا مكان الاوريجن اوف ريبليكيشن لازم يكون هذا السايت غني بالاي تي بيس بيرز لانه الاي تي اضعف من الجي سي لانه قلت لكم بيكون فيها بينهم دبل هيدروجين بوندز مش تريبل فبيكون اضعف فدائما دائما عندي الاوريجن اوف ريبليكيشن لازم يكون فيها الاي تي بيس بيرز يعني بيكون فيها اي تي بيس تمام يا دكتوره يعني السلسله اللي بدنا نفصلها هي الاول. لازم يكون فيها اي تي لازم يكون فيها ايش اي تي مش اي تي تي بي بس ادي <applause> 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 بيكون في عدني يعني مش يعني ممكن تكون مثلا اي تي 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 اي 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 A بس يعني واللي مقابلها بيكون العكس يعني بس يكون لهم تي و تي و بس تمام تمام دكتور اوكي سوري بس رأيني شف <applause> هلا عملية الريبليكيشن يعني ما كان ال replication ما يتكون عندي هذه ال- يعني هي ما بتفتح عندي يصير melting بنسميها replication bubble أو replication fork تمام؟ آه وبكون عندي هذا الشكل لأنه بتكون عندي فبسموها كمان إنها it forms v تمام؟ آه محل synthesis هلا ال replication لل double strands بيتم بالتو two directions عشان هيك بنسميه bi-directional بالتو two directions. هلا البروسس بنحكي له انه هو عباره عن سيمي كونزرفاتيف ريبليكيشن يعني كيف يعني سيمي كونزرفاتيف انه انتبهوا انه الاولى الحمراء انا يعني حطيت لها بلشت ابني لها وحده صفره والصفرة الأصلية بلشت أبنيها واحدة حمرة فانتهيت بـ two daughters واحدة فيهم الحمرة هي الأصلية والصفرة تقليد وواحدة فيهم الصفرة الأصلية والأحمرة تقليد فإذا في هدول الـ two daughters نصها جاية من الأصلي ونصها جديدة عشان هيك بسميها semi conservative يعني conservative يعني محافظ إنها حافظت بس مش عليها كامل حافظت على نصها تمام أي سؤال؟ هلا في عنا بروتينز بتلزمني عشان اعمل سيباريشن للدي ان اي ستراندز هدول البروتينز عاملين كومبلكس بنسميها بري بريمينج كومبلكس تمام هذا البري بريمينج كومبلكس عباره عن مجموعه بروتينات من بينهم في عنا هذا الدي ان اي بس هذا هو فعليا ما احكي انه دي ان اي لانه هو الان مش كابيتال مش يعني مش دي اوكسي نيوكليك اسيدز آه فانا يعني هي دي دينا اي فانا رح اختصرها بدنا تمام عشان نميزها فالدنا بروتين هذا وش موجوده يعني في في الرسمة هذا بي بيعمل بايندينج لسبيسيفيك نيوكليوتيد سيكونس اللي أكيد حيكون غني بالـ AT لأنه هذا بده يدور زي كأنه بده يدور على مكان الاوريجن origin of replication مكان الاوريجن origin of replication ببلش يعمل ميلتينج واللي هي عملية يعني بتعتمد تعتمد على ATP لأنها يعني بتستهلك طاقة فبيفصل إياهم عن بعض بس ينفصلوا عن بعض بيجي عندنا هذا الهيليكيز اللي هو جاي زي هذا الأخضر آه بيجي وبيشبك على سنجل ستراندد دي ان اي وبيكون لي يعني يعني قريب من نير فورك وببلش يتجه بالاتجاه الامامي ويفتح لي الدبل سترانس تمام وبرضه بيحتاج لاي تي يعني انا بشبهها ايش يعني بشبههم زي كيف كيف لو يكون عندك سحاب والهاي الحديد تبعته فلتت ومخيط من هون ومن هون شو بدك تعمل بدك تجيب قلم مثلا ولا شيء وتفتح يعني تختار اضعف منطقه هيك وتفتح شويه بين السحاب وتدخل هذا الحديده تبعت السحاب صح عشان اكمل فتح السحاب تمام بس تخيل انه هذا السحاب ايش مغناطيسي فبرجع بسكر لحاله فانا شو بدي اعمل عشان اضمن انه السنجل ستراندز ما يسكروا في عنا بروتينز اسمهم سنجل ستراند دي ان اي بايندينج بروتينز بيلزقوا على السنجل ستراندز بيعملوا لي اول شيء انه بيمنعوا يعني بيعملوا ستابلايزيشن او كيب ذا تو ستراندز اوف دي ان اي سيبريتد يعني بخلوا لي اياهم بعيدين عن بعض ما يلزقوش على بعض عشان نقدر نعمل ريبليكيشن وثاني شيء انهم بيحموا لي السنجل ستراند من النيوكليز -Nucleases. ال nucleases بس تشوف عندي سنجل ستراند دي ان اي طوائف بتروح بتكسره فهم مشان يحموها من هدول الانزيمات اللي بتكسر لي الدي ان اي بكون عندي هدول البروتينات موجوده تمام اي سؤال طيب هسا احنا بس نفتح هذا الدي ان اي عن بعضه هو كلياته عامل زي قلت لكم زي التوستد لدر فبس افتحه على بعضه حيلفلف بقيته ما بعرفش اذا عمركم جربتوها هذا بسلك التليفون الارضي اللي زمان او هيك اقلام تبعون اللي بيكونوا عند البنك او في مكان هذول بيكونوا عاملين هيك السلك جربوها المهم بس شد من جهه تفتح من جهه بتلفلف اكثر المنطقه الثانيه، تمام؟ فبنسميها بوزيتيف سوبر كويلز فاحنا عندنا هاي مشكله لانها يعني بتعمل سترين على الدي ان اي ممكن تكسره، فلازم اتخلص منهم وكمان بتعيقلني عمل البوليميريز ففي عندنا انزيم اللي هو اسمه دي ان اي بفك لي اياهم، هلا في عندنا عندنا منه تايبين، تايب 1 اللي بيرتبط على سنجل ستراندد دي ان اي هيليكس بكسر لي آه يعني بيفتح لي وحده منهم تمام وبلف لي اياها وبعدين بسكر لي اياها فعنده خاصيتين خاصيه نيوكليز انه بده يعمل كاتنج للستراند وخاصيه لاجز انه بده يلزق الستراند وهذا شغله ما بيحتاج ل اي تي بي هلا بينما تايب 2 هذا بمسك عندي في التنين الدي ان اي دبل هيلكس التنين مع بعضهم بعمل لي بريكنج في التنين وبيعمل stretching في الدي ان دبل هيلكس عشان يمروا من بعضهم وبعدين بيعمل resealing سيلينج للبريك اللي عمله وهذا بيحتاج لATP تي بي بالعمل DNA يعني DNA ان اي تو هذا تو موجود عندي في يعني في ال eukaryotes في عندنا <applause> الدي ان موجود عندي في البكتيريا وموجود في البلانتس وهذا بيعمل يعني انتدكشن للنيجاتيف سوبر كولز الاثنين بيشتغلوا بنفس الطريقه وبيحتاجوا ل هلا في عندنا بعض انواع الانتي كانسر drugs زي الكامبتوثيسنز ام دي تارجت تايب 1 توبو ازمريز بيعملوا بيمنعوا عمله وعندنا الايتوبوسايد تارجتس هيومن تايب 2 <applause> بمنع عمل التايب 2 فهدول الأثنين بيشتغلوا لأنهم بيثبطوا لي عمليات البريميرايزيشن أو إللي هي الـ تبعت الـ تمام وبالتالي بتصنعش في الـ ان ما بتتكاثر الخلايا فبتموت هاي الخلايا السرطانيه في عنا أدوية مجموعة أدوية بنسميهم الكونرونز مثال عليهم السيبروفلوكسين، وكتير مشهور ل بالذات هو لل upper respiratory tract infections ولل urinary tract infections هذا آه ال targets البكتيريال DNA guidance تمام أي سؤال؟ هلا Direction للدي ان اي ريبليكيشن انا قلت لكم انه هو بيكون بيكون باي بس لما نصنع من صنع الجديده بنبلش نصنعها من 5 برايم ل 3 برايم فبنقرا القديمه من 3 برايم ل 5 برايم تمام واللي بنصنعها آه طبعا في عنا تنتهي هلا تخيلوا انه هذه لو, لو تخيلوا انها كانت بس لما مفتوحه نص الفتحه تمام حتكون هذه بتتجه بهذا الاتجاه عشان تصنع من 5 برايم ل 3 برايم هذه تتجه في الاتجاه الثاني طيب لو تخيلنا انه الهيليكيز اجا وفتح لي فتحه جديده كمان بزياده فهتيجي هذه يجي من هون يعمل لي 5 برايم ل 3 برايم وهذا حيكمل تكمله عشان هيك في بيكون عندي وحده بتكون متصله بنسميها ليدنج ستراند ووحده لا بتكون قطع كل مره بدي انا كل مره بفتح فتحه بروح بعمل قطعه كل مره بفتح فتحه بعمل قطعه تمام بنسميهم هدول من القطع اوكي زاكي فراجمنتس بالنسبه للعالم اللي اكتشفهم وهاي الستراند بنسميها لاجينج ستراند تمام طبعا الاوكازاكي فراجمنتس هدول بعدين رح يصير لهم جويند بعدين رح نشوف زي ما حنشوف لقدام وبصيروا سينجل كونتينيوس ستراند تمام اي سؤال طيب هلا عشان نعمل بوليمرايزيشن uh, ان اي بيلزمني بتذكروا هذا الصبي اللي حكيت لكم انه بيجي بده يعمل يبني بس بحاجه انه يكون في شيء قبله ينبنى لما حكينا عن الجلايكول اذا متسكرين هذا نفس الشيء هلا الدي ان اي بوليمريز بيعرفش يصنع ال... ياخذ هيك النيوكليوتايد ويروح يبلش يصنع لي ال... آه يعني يصنع الدي ان اي لازمه بالاول انه شيء يربط عليه يعني يكون عندنا هيك 3 برايم ويربط عليها فاللي بيكون عندنا القطعه بتكون عباره عن ار ان اي برايمر بيكون فيها 3 برايم اند بتكون فري هاي جروب عليها بيجي دي ان اي بوليميريز بيشبك عندي nucleotide اللي هو بيكون 5 برايم نيوكليو او نيوكليوتايد وبيطلع عندي فوسفيت على شكل pyrophosphate واللي بيصير انقسام لهم على شكل 2 فوسفيتس اوكي هلا شايفين المكالمات مش عارفة ليه لأنهم عارفين اليوم مشغولة اوكي آم. اه شو كنا نحكي اه آم. شو نسيت شو كنت احكي اه هلا نحكي على البرايمر اه هلا الار ان اي برايمر هذا بصنع لي اياه انزيم اسمه برايميز تمام بصنع لي اياه أه من يعني بس انا قطعه ال ار ان اي هذه هلا الليدنج ستراند اذا انتبهتوا بتحتاج عندي بس ار ان اي برايمر واحد بينما اللاجنج ستراند او اللي هي الاوكازاكي فراجمنت كل فراجمنت بده علامه آه علامه بده ار ان اي بده ار ان اي تمام ف شو اسمه بكون في عندي مالتيبل برايمرز تمام شو كمان أم. هلا ال بيروح بروح بيعمل كومبلكسيشن مع البري بريمينج كومبلكس اللي هم هدول البروتينز اللي حكينا عنهم قبل شوي هدول البري بريمينج كومبلكس بيعمل معاهم كومبلكسيشن وبعدين ببلش يعني الكومبلكس اللي بيطلع منهم اسمه برايموسوم اللي رح يعمل لي الار ان اي برايمر اللي بيحتاجه الليدنج ستراند والاوكازاكي او اللاجنج ستراند تمام طبعا تصنيع الـ RNA بتم من ال 5 برايم لل 3 برايم بيكون انتي بارلل للتمبلت ستراند يعني زي لما صنعنا الـ DNA تمام اي سؤال هلا بعد هيك حيجي ال البوليمريز 3 DNA بوليمريز 3 يشبك لي على الـ RNA برايمر يشبك لي النيوكليوتيد على 3 3 برايم هيدروكسيل جروب تمام ويصنع هلا انتبهوا هذا هو الليدنج strand وهذا ال lagging يعني لاحظوا اللاجينج هاي في عندي برايمر وبعدين برجع لورا بعدين البرايمر بصنع له تانية وبعدين برجع بكمل بعدين لجوا وبكمل هيك تمام هلا البوليميريز هذا 3 هايلي processive Processive enzyme. Processive لانه هو فعليا ات ريمينز باوند يعني بضله شابك على هاي السنجل ستراند دي ان كيف انه في عنده وحده من السب تبعته بيتا سب فبتعمل لي رينج و يعني بتعمل زي الخاتم وبيعمل سلايدنج على الدي ان اي يعني على الدي ان اي كلامب كلامب عارفين كلامب اللي هو زي زي شو اسمه مشبك مش بط تخيل كيف اللي بيكون مثلا زي هدول اللي بيطلعوا على ال... يعني بيعملوا تسلق جبال وبيطلعوا على الحبل بيعملوا سلايدنج بتلاقيه بيعمل كلامب هيك بحطها على الحبل وبيعمل سلايدنج نفس الشيء هيك بيعملوا زي رينج وبشبك عليها وما بفلتها تمام هلا النيو ستراند بصنعها من 5 برايم ل 3 برايم بكون بقرا من 3 برايم ل 5 برايم تمام السبستريتس هم 5 برايم ديوكسي نيوكليوتيدز وبيطلع عندي بايرو فوسفيت بيصير له ريليز زي ما انتم شفتوا هون والهادو البايرو فوسفيت بعدين بينقسموا لتو ان فوسفيت تمام وطبعا هذا الحكي كانه يعني انا عندي اياها 2 ان اورجانيك فوسفيت يعني كاني انا استهلكت هاي هاي انرجي بوندز آه، الانزيم هذا في له خاصيه بروف ريدين. كلمه بروف ريدين يعني ايش تدقيق يعني بدقق مره ثانيه آه بشيك مرة هاي على الشغل تبعه انه هل انا ضفت هاي صح ولا لا هلا شوفوا هو بكون بشبك قاعد من 5 برايم ل 3 برايم وبيطلع يعني زي كانه ورا ظهره بيطلع انه انا حطيت نيوكليتايد صح ولا ما حطيته صح فلو فرضا مثلا حطه غلط يعني هون بدل مثلا بدل السيتوسين عندي جوانين اجى حط السيتوسين بدالها حط ادينين تمام طب الادينين ما بصير لازم جوانين فبيجي عنده خاصية بنسميها اكسون نيوكليس بس بتكون 3 برايم ل 5 برايم اكسون نيوكليس ليش؟ لأنه هو بتطلع هيك فهو لو اكتشف إنه هاي النيوكليتايد غلط حيقبعها هيك كأنه تمام؟ فبتكون عنده إذا اتجاه الصناعة 5 برايم 3 برايم بينما الاكسون نيوكليس اكتيفيتي 3 برايم ل 5 برايم لأنه بدي يقصها هيك تمام يشيلها فبشيل هاي النيوكليوتايد الغلط وبيحط بدلها نيوكليوتايدة جديده وبرجع بشيك تمام الانتونيوكليز قلت لكم بتكسر عندي دائما جوا والاكسونيوكليز على الاطراف اي سؤال لهون هلا بعد هيك مش حكيت لكم انا يعني هلا يعني انا بحكيها دائما زي كاني انا عملت الـ 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 هذا شغل البليميريز 3 زي آه انه انا حطيت له هيك لزقات عشان يشيك عندي وعم بدهم بدهان زي المخمل انه انه باتجاه واحد فهو مجبور انه يمشي باتجاه يعمل هاي بهذا الاتجاه دغري كامله والثانيه يعملها بالاتجاه الثاني او يعني الصبي اللي معاه بساعده بيعملها بالاتجاه التاني فبتطلع عندي اللاجنج ستراند ما بعرف اذا فهمتوا التشبيه تبعي ولا لا. المهم فانا عشان يعني قلت لكم لازم يكون في علامات برايمرز فهذا احتاج لاكثر من برايمر اللاجنج وهذا برايمر واحد. بس مين بيجي بيشيك البرايمر؟ بيجي عندي معلم ثاني اسمه دي ان اي بوليمريز 1. تمام؟ دي ان اي بوليمريز 1 هذا بيمشيك بيمشي بشيك بمشي من من يعني بمشي بنفس اتجاه البوليمريز يعني من 5 برايم ل 3 برايم تمام؟ وبكون بشيك بصير يشيل الار ان اي اللي في وجهه، يعني كل ما يلاقي علامه بصير يشيلها، كيف بده يشيلها؟ بده يشيلها بهذا الاتجاه تمام؟ فبشيلها باكسونيوكليز اكتيفيتي اللي هي 5 برايم ل 3 برايم لانه بده يعني يقبعها بهذا الاتجاه تمام؟ 5 برايم ل 3 برايم بعد هيك هو نفسه بوليميريز بده يصنع دي ان اي بدل هاي الار ان اللي شلتها تمام فبحط عندي يعني بيعمل فيلينج لهدول الجابس بالدي ان اي هو كمان عنده خاصيه برو ريدنج يعني برجع بطلع ورا ظهره انه هذا النيوكليوتيد اللي انا ضفته صح ولا مش صح لو كان مش صح حيشيلهم باكسونيوكليز اكتيفيتي اللي بتكون بالعكس اللي هي بتكون 3 برايم ل5 برايم اكسونيوكليز اكتيفيتي اذا 5 برايم ل 3 برايم نيوكليوسين نيوكليز بشيل فيها ال اي بينما 3 برايم ل 5 برايم اكسترا نيوكليز شلت فيها ال اي اللي انا حطيته تمام هلا اخر بوند يعني اخر النيوكليوتايد ضفتها يعني ما بتكون شابكه مع النيوكليوتايد القديمه تمام فبدها هيك تظبيط يعني صغير يعني زي تخيل انتو عندك لزقات وشلتهم بعدين قعدت تظبط الدهان يعني ممكن يضل هيك اشي خفيف بدك بالريشه صح تسوي فبيجي عندي الدي ان اي لايجيز هذا الرسيم فبلزق لي الاو اتش OH مع الفوسفيت باستهلاك اي تي بي بتطلع عندي على شكل اي ام بيو بايرو فوسفيت وبشبك لي اياهم مع بعض تمام هلا هل أم... فلاحظوا اذا الدي ان اي لايجيز اجى يجا وصل لي بين القطعه اللي متصنعه من بوليمريز 1 مع القطعه اللي متصنعه من بوليمريز 3 صح منطقيه طيب ام وات هلا اي سؤال لهون هيك بنكون خلصنا البروكاريوتيك ريبليكيشن هلا نحكي عن اليوكاريوتيك، يعني اليوكاريوتيك بيشبه كتير البروكاريوتيك، بس بيفرق بأنه أول شيء بدل ما يكون عندنا اوف application وحدة، بيكون عندنا multiple origins of application، آه كمان كمان ان اي primers بيكونوا ريموفد removed by ribonuclease H اللي هو RNAs H، and flap structure specific endonuclease 1 اللي هو الفن FEN1، بدل ما يكون <hesitation> ان اي polymerase 1 زي ما شفنا في البروكاريوتس تمام هلا البوليميريز تبعون اليوكاريوت انا في عندي بوليميريز بيكون مالتي سب يونت انزيم يعني هو بوليميريز واحد ويعني بتشوف انه بوليميريز الفا بوليميريز بيتا بلين. بس هو فعليا انزيم واحد له مالتي سب ف آه هاي على فكره في إشي غيرها فانا هون في الكتابه في إشي يعني بده تظبيط فالاضبط هو هاي التيبل آه البوليميريز الفا ات كونتينز برايميز يعني هو بصنع منه الار ان اي برايمر وكمان ببلش يصنع في الدي ان سنتس فبيعمل لي شورت دي ان اي بيس بوصلها بالبرايمر بعدين بيجي عندي البوليميريز دلتا بيعمل إلونجيشن للأوكازاكي فراجمنتس لللاجينج ستراند والبوليمريز إبسلون هذا كان يعني حكوا انه انفولد ان دي ان اي ريبير بس يعني هذا بليز حطوه هنا انه هو له دخل بالليدنج الانجيتس الليدنج ستراند تمام؟ مع إلونجيشن للليدنج ستراند وعنده بروف ريدنج هذول الاثنين عندهم بروف ريدنج الاول الالفا ما كان له بروف ريدنج تمام هلا البيتا آه إلها دخل بس بالريبير يعني قبل كانوا يحكوا ابسلون له دخل بالريبير بعدين تشوف انه ابسلون لا للليدنج ستراند وبس الريبير البيتا تمام والجاما بيشتغل بس على الميتوكوندريال دي ان اي بيعمل ريبليكيشن وله كمان بروفيدنج تمام اي سؤال في عنا إشي اسمه التيلوميرز يا بي إن شاء الله رح التيلوميرز هدولا بيكون في عنا دي ان اي بروتين كومبلكس موجود على اطراف اللينير كروموسومز عشان يمنع لي يعني يمنع لي انه النيوكليس يشتغل عليهم لانه بالعاده بيكون في عندنا وحده اطول من الثانيه وانا قلت لكم على السنجل ستراند طوالي بتيجي النيوكليز بتقصقص فهدول اللي بيكون واحده اطول من الثانيه بوجود البروتينات بتعمل كومبلكسيشن زي كانها بتلف هيك حواليها يعني زي كانها بتعمل هيك بس هذا هذا انزيم بس هو يعني هيك شكلها بتلف تمام يعني زي كيف لما يكون عندك قطعه القماش او لما نيجي نقصه ولا شيء بصير هيك يتفتفت اذا بنتركه فبنطويه وبنخيطه نفس الشيء هيك عاملين انها طاويينها هلا التليمير ستولى عبارة عن شو؟ عبارة عن هيكسا ميريك سيكونس بيكون مكرر thousands of times على أطراف الـ الـ الكروموسومز وبيكون non-coding region بتكون عبارة عن A, G, 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 T, T تمام؟ هدول الست مكررين آلاف المرات كل مرة آه على وبكون عندي يعني عندنا 3 برايم اند وعندنا 5 برايم اند بكون 3 برايم اند بالعاده قلت لكم اطول من ال 5 برايم أنت فبتعمل لوب ستراكشر بتلف هيك حتى تعمل ستابلايزيشن آه للموليكيول مع البروتين يعني هي والبروتين بيعملوا ستابلايزيشن لهذا هذا الدي ان اي حتى يطعج وي ويبطل انه يشتغل عليه النيوكليس هلا الدي ال ان اي آه تبعنا الكروموسومات تبعتنا كل ما صار في ديفيجن اكثر كل ما قصر طول هذا ال التيلومير تمام لحد ما يوصل لطول معين من سميها السنسنس سنسنس يعني أو اللي هو مرحلة السنسنس آه هاي بتكون زي سكون ركود الخلية خاص ببطل تقدر انها تنقسم وبتكون خاص عجزت يعني الخلية فبعديها بتترن اوفر ممكن انها تموت او خاص يعني يعني اذا ضلت ما ما بتكون. يعني ما عم بتنمو ولا بتنقسم ولا شيء تمام بنسميها سنسنت هلا الجيرم والستم والكانسر سيلز معروف انهم سوري انا بتاخركم بس كم من دقيقه هدول معروف انهم بيعيشوا فتره طويله فبيكونوا ليش لانه بيعيشوا فتره طويله انه عندهم انزيم اسمه تيليميريز هذا شو بيعمل كل ما نقص جزء من التوليمير بتروح بيروح عنده خاصيه ريفرس ترانسكريبتيز وعنده شورت ار ان اي تمبلت تمام فالشورت ار ان اي بيشتغلها يعني بحطها كبرايمر وهو كمان بالريفرس ترانسكريبتيز بيقدر يصنع من دي ان اي ار ان كبرايمر وبعد هيك بيصير يصنع عندي دي ان اي حتى تعوض لي مكان التيلومير هذا اللي راح شايفين فبترجع بتعوض لي تمام فا اكسندد يعني ويعني بيجي يعني هي بتحط لي البرايمر وبعدين بيجي دي ان اي بيطول اياها هيك التريمير بس انه هو بيعمل لي بحط لي عشان الدي ان يجي ويضيف اللي عليه تمام فبرجع بيطول عندي هذا التريمير هو بتعيش فتره طويله هاي الخلايا هلا الريفرس ترانسكريبتيز هاي الخاصيه موجودة في بعض أنواع الفيروسات زي الـ HIV فيروس اللي هو تابع لـ Retroviral فاميلي اللي هم اللي بيسبب لي الأيدز هذا بيكون عندي الجينوم تبعه عبارة عن Single Stranded DNA Molecules تمام؟ هلأ هدولا بيكون عندنا الريفرس ترانسكريبتيز هلا شو شو بيعمل هذا الفيروس الفيروس في عنده سنجل ستراندد ار ان اي بس هو بده يدخل على الهوست سيل ويدخل الجينوم ال تبعه داخل الجينوم تبع الهوست سيل طيب الهوست ما هم يعني بيكون دي ان اي فهو بالريفرس ترانسكريبتيز بيحول قطعه الار ان اي تبعته ل دي ان اي وبدخلها داخل الهوست جينوم uh, فبتصير تتكاثر باستخدام النيوكليوتايد اللي موجودة عندي في الخلية وبالبوليميريزز بصير لها ريبليكيشن وبتكون الفيروس هنا بحالة يعني احنا بنكون بهاي الفترة يعني مصاب الشخص بس ما ببين عليه الأعراض ولا ببين عليه الأمراض المرض بيكون الفيروس قاعد ومتربع وبستنى قاعد الخلية تصنع منه كوبيز بس بتكون دي ان اي بعدين بعمل لها بس مجرد ترانسكريبشن لار ان اي و إيه شويه ترانسليشن للار ان اي وباكجنج وببلش بنتشر في كل الجسم تمام ف فاذا الريفرس ترانسكريبتيز هو ار ان اي دايركتد دي ان اي بوليمريز يعني هو فعليا يعني بيقرا الار ان اي وبيصنع الدي ان اي تمام وبيشتغل يعني بيصنع من ال 5 برايم لل 3 برايم دايركشن وبيقرا من 3 برايم ل 5 برايم بس مشكلة الريفرس ترانسكريبتيز إنه هو ما عنده بريف ريدنج زي البريمريز فعشان هيك بيكون عندي هاي ميوتيشن ريت عشان هيك بنشوف الفيروسز كثير فيها بصير ميوتيشنز كل مرة بتدخل على هوست وبتطلع منه بصير ميوتيشنز جديدة كل مرة زي هيك فبصير في يعني ميوتيشنز كثيرة في هدول الفيروسز تمام ذكروني إنه هذا أنتم زيكم زيكم زي السكشن اللي قبلكم ما هلحقت أخلص هذا السلايد تمام فذكروا انكم وصلتوا لغاية آه سلايد 25 انا كتبتها ملاحظة ان شاء الله يعني انه لبعد العيد في اي سؤال يا جماعة اني اخرتكم ويعطيكم العافية وكل عام وانتم بخير آه